بعد استئنافه مهام عمله اليوم، أكد محافظ نينوى نوفل العجوبة عدم استلام محافظته أي مبالغ من الدول الخارجية لإعادة إعمار المدينة القديمة، كما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام مستثنيا بعض المنظمات ومساعدات صندوق الإعمار. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول مع مدراء الدوائر الخدمية لمناقشة واقع سير العمل وتقديم الخدمات لضمان عودة النازحين. محافظة نينوى لم نستلم أي مبلغ من أي دولة عربية، دولة أجنبية، منظمة دولية ومنظمة محلية. احنا أموالنا فقط من الحكومة الاتحادية. هناك تنسيق بين منظمة UNDP والجي أزيد الألمانية. وبشأن رفع مخلفات الحرب وتراكم النفايات في مدينة الموصل، أكد مدير بلدية الموصل أن الدائرة مثقلة بالديون لقلة التخصيصات المالية، إضافة إلى قلة الآليات المخصصة للعمل الخدمي. العجز الموجود في آليات النظافة هو 355، هنالك عدم وجود دعم مالي، طبعا بلدية الموصل مثقلة بالديون. موصليون وجهوا دعوات للنظر بواقع الخدمات الفعلية ومحاسبة المقصرين في أعمالهم وعدم الاكتراث بإقامة مؤتمرات غير مجدية، منتقدين عدم وجود خطوات جدية على الأرض حتى الآن لإصلاح المدينة. ما يحز بأنفسنا أنه نرى اجتماعات ولقاءات بدون عمل أو مثل ما حبر على ورق، فنريد الخدمات، نريد إعادة الجسور، نريد سقف زمني لإعادة الحياة وخاصة إلى أيمن الموصل والموصل القديمة. ويرى مراقبون أن استمرار الصراع داخل حكومة نينوى كان له الأثر البالغ في تلكؤ تقديم الخدمات للمدينة المتعبة من الحرب لضمان عودة النازحين إليها. وبين اليوم والأمس يبقى أهالي الموصل هم الأكثر تضرراً من الأحداث التي رافقت الأعوام الماضية، فالجميع بانتظار الخدمات والإعمار إليها. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.